لو الحكاية فيها إن فيجو. مساء الخير، معكم آية حسني خبيرة التغذية الصحية. هنتكلم النهاردة إزاي نطلع من رمضان من غير زيادة في الوزن. أول حاجة، مش معنى إن أنا عايزة ما تخنش إن أنا أحرم نفسي، لا، أنا ممكن أكل كل حاجة من غير ما أحرم نفسي، بس في نفس الوقت أخد بالي إن أنا ما تخنش. أنا شايفة إن أنا لو طلعت من رمضان محافظة على وزني فده إنجاز، مش لازم أخس في رمضان لأن ده بيبقى صعب عند ناس كتير. فأنا لو أنا عديت رمضان من غير ما أتخن ده حاجة حلوة جدا. طيب ما تخنش إزاي؟ أعمل إيه عشان ما تخنش؟ أول حاجة لازم أكل بالراحة. للأسف الواحد بيبقى جعان طول النهار، يجي يقعد على الترابيزة ساعة الفطار ينسى نفسه وياكل بسرعة جدا، فالإشارات بتوصل للمخ متأخر إن أنا أشبع، عشان كده باكل وانا مش حاسه ان انا شبعانه، باكل ومش مركزه، ما حاولش ان انا اركز، يعني ما اتفرجش على سنه على التلفزيون وانا باكل، لازم اركز ان انا باكل علشان يوصل اشارات للمخ ان انا شبعت. لما بتتكلمي في التليفون او تتفرجي على التلفزيون او تتكلمي مع ناس وانت بتاكلي ما بتحسيش انت اكلتي قد ايه، فدي حاجه برضو لازم اخد بالي منها. الدهون بقى والحلويات اللي في رمضان لازم ناكلها، انا ما بقولش احرموا نفسكم منها عشان هيبقى صعب جدا، بس مش لازم اكل صينيه الكنافه كلها، انا ممكن اكل حته صغيره، ممكن اكل حته صغيره. وممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل حاجه حلوه قوي في الحلويات. اولا ابدل الشربات بتاع الحلويات بشربات معمول من بديل سكر، استخدم بديل سكر صحي لان في انواع في السوق كويسه وممتازه، وفي انواع طبعا فيها اسبرتام ما اقربش منها. اختار بديل سكر كويس واعمل منه شربات بتاع الحلويات، فده هيقلل لي السكر تماما فيه. حاجه تانية، استعمل فرن القطايف، طبعا الكنافه والحاجات دي بتتحط في الفرن، القطايف ممكن احطها في الفرن، يعني كل السمبوسك المقليات دي كلها انا لو حطيتها في الفرن ودهنتها بفرشه فيها زيت هتديني تأثير حلو جدا. وبعد كده الحاجات المسكرة هحطها في الشربات اللي هو بسكر الدايت، هيقلل لي بالطريقة دي 80% من السعرات ومن الدهون اللي موجودة في الحلويات، فدي هيبقى أوبشن حلو قوي ان انا اطلع من رمضان مش زايدة. حاجات كمان، ان انا برمرم كتير بين الفطار والسحور، عايز احس ان انا بقى شبعانة وباكل كل حاجة، لا ما ينفعش كده، علشان دي من اكتر الحاجات اللي هتخليكي تتخني في رمضان. انا افطر وبين الفطار والسحور اكل سناك خفيف، السناك ده يفضل انه يكون فاكهه، الفواكه بديل رائع للحلويات، اولا بتشبعني، ثانيا بتديني الياف بتملى في المعده فبتخليني مش جعانه. بس ما اكلش الفاكهه واقول لا انا لسه جعانه، اصبر، يعني نصبر شويه بعد ما ناكل حبه الفاكهه علشان يوصل المخ ان انا اكلت ان انا شبعت، لكن في ساعتها هحس ان انا جعانه، لو سبت نفسي هاكل الطبق بتاع الفاكهه كله، لا اكل واحده واستنى، اكل تفاحيه، اكل خمس ست حبوب، سوري، وحدات فراوله، الفراوله موجوده دلوقتي وحلوه جدا، والفراوله من الحاجات الممتازه في الدايت او في المحافظه على الوزن. التفاح نفس الكلام، الفيتامينز اللي فيهم رائعه كمان لبشرتك علشان تطلعي من رمضان وشك مش جاف، شعرك مش بايظ، فاهتمي بالفواكه واهتمي بالخضار علشان التخن. المكسرات قلليها قد ما تقدري، خصوصا الملح منها علشان الدهون اللي فيها، هي دهون مفيده بس برضو هي فيها سعرات. زيت الزيتون نحط منه بحرص، مفيش داعي بقى للمقلي والمشمر والمحمر، نعمل كنترول على كميه الاكل علشان نعدي رمضان على خير، ولو عملتي كده انا متاكده انك ان شاء الله مش هتزيدي في الوزن.